أنا مترشحة حرة بكالوريا أدب وفلسفة. موضوع صباح جوزنا عربية كان سهل، كان في متناول يعني الجامع، كنا خدمنا وشريعة عشية. هو سهل ما يطمن فهمه بزاف، يخدم يحفظ يجيب. وإن شاء الله بنكوراج جميع طلبة البكالوريا وإن شاء الله نجيبوه كامل. عربية جاني سهل. عربية جاني سهل. عربية جاني سهل. تربية إسلامية. ما قصد الشريعة الإسلامية على الجريمة، لأن عندها اخترت موضوع ثاني. يوم جوزنا عربية والعشية علوم إسلامية. علوم إسلامية بون حفيظة، يعني فيها حفيظة حفيظة تحفظ. واش كاين واش تحفظ من الكاية تحطه في السيجي. جاز يعني متناول الجامع، يعني واش يحفظ التلميذ يحط في الورقة تاعو. وعربية أنا خيط نطر الشعر ديجا صباح شفته دخت ما بيك تو مي نسبي نطر متريزيتو بزاف على الشعر، وطحنا شغل نطر علمي المتأدب، ومنا شغل جاوبت على حسب حفاظتي وعلى حسب الفهامة. عربية نقول بالك 12 ولا 13، إسلامية 14 15 ولا 13. نقولهم اليوم يجوزوا بون كوراج وجدوا روحتكم الغدوة المات. جوزنا اليوم اختبار في مادة اللغة العربية، كانت على القضية الفلسطينية، كان موضوع مليح نوعا ما للإنسان اللي صح قرا وريفيزا بيان. وموضوع الإسلامية كان دو سوجي، واحد صافا مليح واحد شوية فيه كالكو كاين تعقيدات. الحمد لله يعني نوعا ما ملاح. الإنسان اللي قرأ، الإنسان اللي ما قراش مش حيلقى بيان سور. التربية الإسلامية كانوا دي سوجي ملاح تاني. أنا أنا ديت الموضوع الأول اللي هو الموضوع الأول كانوا فيه وسائل تثبيت العقيدة، مقاصد المقاصد ومصادر الشرع الإسلامي والميراث والربا. هادو هما المواضيع اللي طرا عليهم هذا الموضوع الأول. سهلين جاوب. أنا جاوني سهلين باسكو قريت. إن شاء الله إن شاء الله تكون اون بون نوت، وإن شاء الله نكون أنا يعني مديت واش إن شاء الله نكون مديت معلومات صحاح.